السلام عليكم إخواني المزارعين، أهلا وسهلا بكم. معكم دائما هربو محاسبين سابق مصلحة حماية النباتات، المكتب الوطني للشعب الصحي أستاذ أزرو، إقليم فران. يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، الساعة تشير إلى 4:15 بعد الزوال. حنا اليوم بغينا نتكلموا كما قلنا، كما كنقولوا دائما، لأجل المحاربة ضد الأمراض الفطرية اللي عرفتها سنة 2022، مثل لا تافلور، لوديوم، لي مالادي فونجيك، لي باكتيري، لي بسودوموناس، لا مونيوز، لوديوم، لا كلوك، لي بيرسمون باكتيريان، اتسيتيرا. حنا اليوم بغينا نأكدوا على الفلاحة دائما باش يحاولوا يديروا واحد التدخل كتدخل وقائي دائما، اللي كنهضروا عليها دائما، ضد هذه الامراض الفطريه والبكتيريات اللي هضرنا عليهم. في هذه اللحظه هذه اللي كتشوفوا درجات الحراره المرتفعه، اللي كنطلب الله سبحانه وتعالى يغيثنا بالرحمه ديالو، يغيثنا بالشتاء ديالو والثلج ديالو، باش نتفاداو عوده الحراره هذه المرتفعه اللي عرفها هذا الشهر هذا ديال اكتوبر. هنا اخواني الفلاحه دائما، حنا دابا في واحد الفتره اللي خص الشجر دابا يدخل اللي كنسميوه في السبات، اي في لا دومونس، ان هو خصو يدخل ينعس بكري باش يفيق بكري. وهاد لي كونديسيون كليماتيك اللي فيهم طالعه درجه الحراره المرتفعه، اللي ما غاديش تخلي الاشجار المثمره بصفه عامه ياخذوا الفتره ديال الراحه ديالهم، اي السبات ديالهم، اي لا دومونس. هنا لابد ندير واحد لانترفونسيون باش نديرو لا شوت شيميك اون كا، الا ما كانش الشتاء ولا شي بلدان، بحال لابد نديرو واحد التدخل بهاد المادة ديال النحاس اللي هي كتقضي على واحد العدد ديال الحشرات، وغادي تدخل حتى الشجرة في لا فاز ديال لا دورمونس اللي كنسميوها اي فترة السبات ديالها. وهنا كنصح الفلاحة دائما باش يحاولوا يديروا واحد التدخلة ديالهم ما بعد ما وراء الجني، بعض العناصر الصغرى مثل البور والزنك والمغنيسيوم اكسيتيرا، كرش في هذه الفتره هذه قبل الاصفرار ديال الاوراق، باش يمكن الشجره تستافد منهم، ويمكن لها تخبعهم في الكشاف، باش ان شاء الله انها كتفيق وهي واكله. هنا اخواني الفلاحه كنوصيكم دائما باش عاود اللي كمل الجنه ديالو يحاول يحيد كل الفاكهات اللي هي معلقه في الاغصان، اللي هي كيبقاو كمنفذ للجراثيم والبكتيريات، يدير لهم واحد لا ديستركسيون، ويحاول يجمع دوك الاغصان المكسره والحاجه اللي هما دوك لي فروي بوغي، ولا لي فروي اللي فيهم لي زاتاك ديال الكاربوكابس، ولا ديال لا تافلور، ولا ديال هادشي، خصو هادشي يتنقى ويتجمع ويتحرق خارج الديار. وحنا باش كنسد ان شاء الله نستعدوا عاود للموسم الفلاحي المقبل، اللي كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يغيثنا فأقرب وقت برحمته، باش شتي هاد الشتاء والثلوج، باش يمكن الماء يرجع للبجره وتكمل، ويمكن حتى المراعي والمشيه والابار والسدود الى اخره، لان هو الا ما كانش شتاء وما كانش ثلج راه كنطلب الله يرحمنا. هذا هو اللي بغينا نقولوا، لانه حنا في واحد الفتره اللي حنا محتاجين الشتاء ومحتاجين الثلج، بينما الفلاحه دابا راهم على حتى هما على في بداية الموسم الفلاحي الجديد إن شاء الله ديال 2022 2023، اللي كنطلبوا من الله يرحمنا ويغيثنا بالرحمة ديالو، باش يمكننا نتفاداو هذا الجفاف هذا اللي حنا سنتين وحنا كنعانيو منه. واللي غادي ننصح الفلاحة دائما باش يحاولوا يديروا التحاليل ديال التربة ديالهم، ويحاولوا يختاروا البذور المختارة اللي كيكونوا خالية من الأمراض ومن الحشرات، هما اللي يمكن الفلاح يستعملهم في هذه اللحظة هذه. والواحد يتكل على الله سبحانه وتعالى، بان هو ما خصناش نشوفوه في الشمس، ولا نقول له ما كاينش الشتاء ولا ما كاين والو، هادشي كله كيرجع للامر ديال الله سبحانه وتعالى، اللي عند الفلاح هو يدير اللي عليه، وربي غادي يكمل هنا دائما مع الفلاح. وهنا لابد دائما ننصحوا الفلاح، ودائما غادي نرشدوه بداكشي اللي علم علينا الله، بانه حنا في واحد المرحله اللي حنا حتى حنا نتعاونوا على النصائح وعلى الارشادات وعلى اي حاجه، وكنطلبوا الله سبحانه وتعالى المغرب ديالنا يحفظه من الوباء ومن الشر. وحنا الحمد لله المغاربه دائما كيديروا يد في اليد، وكل واحد كيدير اللي عليه، والواحد كيخدم، وربي ما غاديش يضيعنا.
كنطلب الله سبحانه وتعالى يبيتنا في أقرب وقت، لأن البلاد ديالنا كما كتعرفوا خصها الشتاء وخصها الثلج، لأن هو المشية مسكينة والفلاحة المعيشية ديال الفلاحة والآبار ناقصين، والميدان البحيرة ديال الماء البراجات، كنطلب الله يغيثنا ويعطينا ديك الشتاء ديال بكري والثلج ديال بكري ديال السبعينات الثمانينات والتسعينات، باش حتى حنا المغرب ديالنا يرجع كيف كان ولا يكون أحسن. هذا هو اللي بغيت نشير لكم، حنا لولا الحماس ولولا هذا الشيء راه ما يمكنناش نتكلموا في هذا الشيء، ولكن نحنا ما نقدروش نتخلاو على هذا الشيء ديال النصائح وديال تذكير الفلاحة دائما باش يقوموا بالواجب ويستعدوا للموسم الفلاحي الجديد. وكنتمنى الله سبحانه وتعالى يغيثهم بالرحمة ويغيثنا ويغيث بلادنا باش يمكننا إن شاء الله نتفاداو هذه الجفاف ديال السنتين اللي هي واحدة مرة واحدة اللي خلات واحد التأثير فيما يخص الآبار الماء الأشجار المثمرة، اللي واحد العدد ديال الفلاحة اللي يقلعوا الأشجار واللي يحيدوا قيدة الماء وكل شيء. كنطلب الله سبحانه وتعالى يرحمنا، وكنطلب الله يعوض الفلاحة اللي ضاع لهم الشجر ديالهم وضاعت لهم الفاكهة ديالهم بالخير إن شاء الله. هذا هو اللي بغيت نشارككم، وحنا دائما مع الفلاح ودائما في جنب الفلاح ودائما، واخا انا الحمد لله متقاعد لابد كنعطي اللي عليا، وحاجه الا فهمتها خصني نصعد على الفلاحه، وحاجه الا كانت ضروريه خص الواحد يوصلها للفلاح خصنا نوصلها للفلاح، لان هو الا ما كانش الفلاح ما غاديش نكونوا حنا، لان هو الفلاح هو الفلاح، وحنا المرشدين هما المرشدين، وكنطلبوا الله سبحانه وتعالى يعاونهم ويعوض لهم داكشي اللي ضاع، لان هو الشتاء والثلج هو الاساس ديال هادشي كله، وحنا الحمد لله ما يمكنناش نخبعوا شي حاجه على الفلاح، لان هو لولا الفلاح ما غاديش نكونوا حنا مع الفلاح دائما، النصائح واللي قسم الله هذا هو اللي عندنا، وكنطلب الله يعوضنا هذا العام بشي عام زين ان شاء الله ديال 2022 23، ويكون فيها الامطار الثلوج على قد الحال، باش يمكننا ان شاء الله نسترجعوا القوه ديالنا، ويكون الماء ويكون البراجات عامرين، ويكونوا البيئه فيهم الماء، السدود، المشيه، المراعي، زراعه الحبوب، الاشجار المثمره، ايوا هادشي اللي بغيت نقول لكم. تحيه لكم من دائما من غرب محا، تقني فلاحي متقاعد لمصلحه حمايه النباتات في المكتب الوطني للسلامه الصحيه وصدى زرو المملكه المغربيه، الى فرصه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.